طيب هل كان تغيير طريقة اللعب من 4-4-2 اللي بدأ فيها فايلر اللقاء بخروج مروان محسن كان ليها تأثير ودور في زيادة ضغط لعيبة النادي الأهلي على حرس الحدود، ولا طمع لعيبة حرس الحدود في المباراة هو اللي أدى لفتح اللعب؟ حرس الحدود في كل الفرص اللي ظهرت له كان بيطلع في المرتدات او الهجوم السريع، لكن في نهايه المباراه بتغييرات اللي عملها الاهلي زي ما قلت من شويه الاهلي كان اقوى كان اسرع، ما بيساعدش ان احنا نلعب باتنين راس حربه لو ما فيش حد ان هم بيقدموا لهم الكور او بيبصوا لهم الكور لقدام او يديهم العرضيات، فدايما بيبقى في نقص عددي في خط الهجوم في النادي الاهلي بمقارنه بالمدافعين، ف هم اتنين لاعبين طوال فكان ممكن نستغلهم، فانا بقول دايما ان احنا نلعب 4-4-2 لكن لازم نلعب بوليد ورا راس الحرب لانه الراجل اللي بيدي الباص الاخير اللي بيخلي راس الحرب ينفرد قدام الجون وده ما حصلش، فالاهلي تقريبا كان بيلعب 4-4-2 و4-3-3 بثلاثه مهاجمين قدام، وليد ابتدى في اليمين زي ما قلت لكن رجع لمكانه مكان راس الحربه وده اللي خلاه جات له فرصه انه يحرز هدف بالراسيه وبعدين احرز الهدف، وانا شايف كمان ان الارهاق فرقه حرس الحدود بعد ما مر الوقت ولما وبعد الاهداف انا شايف ان التغييرات ديت زودت الريتم او زودت الضغط على فريق حرس الحدود.